في التالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت بنشجع الأبطال. الله يا أهلي، هو ده الأهلي، هو ده جمهور الأهلي وكبرياؤه بكرته الحلوة بالمكسب الحلو. احنا بنحب ونعشق النادي الأهلي علشان معودنا انه في المواقف الصعبة دايما بيقدر يعدي منها بكل بساطة وأكتر قوة. خلينا نقول ان دي بداية سنة جديدة سعيدة مع النادي الأهلي. ألف مبروك لينا كلنا، لكل جماهير النادي الأهلي. فوز امبارح ان شاء الله اللي جاي أقوى وأحسن، لكن خلينا نقول انه فوز امبارح كان غالي جدا 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 على قلوبنا، لأنه كلنا كنا مستنين الماتش ده انه يرجع الاهلي للمسار الطبيعي ولمكانه الطبيعي في صداره الدوري. خلينا نرحب بزميلتي اميره. اميره عايزاكي احكي لي امبارح عن الماتش. يا لهوي يا هند، لا فرحه 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 فظيعه. يعني بصي امبارح كل حد بيسالني احنا الماتش صعب، كنت بقول لهم احنا هنكسب. ايوه انا كنت قلقانه، كان عندي احساس جامد ان احنا هنكسب. وبعدين انا عندي طقوس كده في ماتشات الاهلي، بركز كده وبوجه طاقتي، يعني فبيبقى في توجيه طاقه كده، فكنت قاعده كده حاسه ان احنا فعلا جون ورا جون الحمد لله. فرحه يعني فرحه فرحه فرحه، ده حقيقي ده حقيقي. ونحيي الجماهير الحقيقه طبعا على امبارح انه وجودهم برغم ان هم كانوا فول كاباسيتي، بس ما فيش ولا مشكله. جماهير الاهلي اللي من اول دقيقه في الماتش لحد اخر دقيقه ما سكتوش لحظه، ما فيش ثانيه الجمهور سكت فيها. بالزبط. هو اللاعب الاول والاهم الحقيقه. بالظبط، احنا كلنا مبسوطين، وانا بصراحه في قمه سعادتي ومبسوطه جدا 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 بالمكسب اللي حصل امبارح، لان المباراه كلنا عارفين انها كانت صعبه، وكلنا قلنا لا مش هينفع ومش مش هنكسب، لكن احنا جامدين يا جماعه زي ما احنا، احنا جامدين، ممكن نروح في اي حته، ممكن نعمل اي حاجه. فالحمد لله ان احنا كسبنا. وعايزه اقول ان بجد مع كل هدف كان بيجي كنت ببقى بتنطط وببعت على الجروب بتاعنا بتاع الاهلي الجون الاول جه. فالحمد لله فرحه حلوه، وان شاء الله هنفضل نفرح على طول، وباذن الله باذن الله مش هنسيب الدوري السنه دي بتاعنا كده كده. فخلينا نسخن كده بقى ونروح نشوف معانا اخبار النهارده في السريع. يلا بينا. أول خبر معانا النهارده وما ينفعش يبقى معانا خبر غيره، هو فوز النادي الأهلي على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة. المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد القاهرة في الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد تسجيل نجم الأهلي عمرو السولية لهدفين أحلى وأجمل من بعض. الأول كان في الدقيقة 19 من كورة صاروخية، والتاني من ركنية حلوة قوي في الدقيقة 69 علشان يجي حسين الشحات ويقضي على الماتش ويسجل الهدف الثالث في الوقت الضايع. وبالفوز ده بيوصل الأهلي للنقطة 27 وبيتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 3 نقط عن منافسه نادي الزمالك في المركز الثاني. علشان بالبلدي كده نقدر نقول إن الأهلي رجع تاني وركب الدوري. بالضبط، الحمد لله. وماتش صعب لكن الحمد لله عدى وكسبنا. بنبارك لكل جماهير النادي الأهلي. بس عايزة أقف وقفة كده يا هند، وقفة كده احترام وتقدير للاعبنا. يعني عمرو السولية كان متألق 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 جدا امبارح، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر. أبو ليلى عمل مباراة عظيمة عظيمة امبارح، بنحييه كلنا. سجل هدفين زي ما قلتي ولا أروع، وأهداهم وأهدى 3 نقاط الفوز لبنته ليلى زي ما كتب على صفحته الرسمية. فلما بيكون السولية في مستواه الحقيقي ومركز قوي كده معانا بيفرق كتير جدا مع الفرقه في الملعب، لانه لاعب كبير جدا ومهم جدا سواء في الاهلي او في منتخب مصر. وامبارح هو تم اختياره كافضل لاعب في المباراه ويستاهلها، لانه عمل بجد كل حاجه عليه وزياده. ونتمنى طبعا التوفيق ليه في كل المباريات ولكل لعيبه الاهلي، وبنقول له الف سلامه يا ابو ليلى على ليلى، وربنا يطمنك عليها وان شاء الله تقوم بالف سلامه. وكان وشها حلو جدا علينا، وعقبال الماتشات اللي جايه كلها كتير ان شاء الله. نروح بقى بسرعه كده لتاني خبر عشان طولنا عليكم. هو تحقيق الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي، فوز مستحق على حساب فريق الاتصالات في مباراه قويه جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات بطوله دوري السوبر للمحترفين، واللي اتلعبت على صاله المركز الاولمبي في المعادي. وانتهت المباراه بنتيجه 85-57، وكان الاهلي متسيد اللقاء بعد ما استحوذ وسيطر على كل احداث الماتش عشان يستمر لعيبه الاهلي في تقديم عروضهم القويه وانتصاراتهم في البطوله. نروح بقى من النادي الأهلي للجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، واللي أعلن عن القائمة اللي هيشارك بيها الفريق
في النسخة 28 من بطولة كاس العالم للرجال، واللي هتتلعب في بولندا والسويد من 11 ل 19 يناير اللي جاي. وضمنت القايمة أسماء كريم هنداوي، عبد الرحمن حميد، محمد علي في حراسة المرمى، ومعاهم عمر الوكيل وبكار وأحمد مؤمن صفا وعلي زين، حسن قداح، عبد الرحمن فيصل، محمد سند وكريم يسري وحسن رمضان، مهاب سعيد، يحيى الدرع وأحمد خيري وأحمد هشام السيد دودو وسيف الدرع، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، أحمد عادل وشادي خليل. وده اللي هيكون زي ما قلنا من يوم 11 ل 29 يناير اللي جاي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله ناخد البطولة أو نحقق مركز كويس كالعادة زي ما هم عودونا دايما ان شاء الله. اخر خبر معانا النهارده واللي هنتكلم فيه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي بيستعد نادي النصر السعودي لتقديمه النهارده في الرياض الساعه 7 قدام جمهوره عشان يبدا يشارك معاهم في التدريبات والمباريات زي ما احنا شايفين. وكان سافر رونالدو نجم ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي يوفنتوس الايطالي سابقا للسعوديه عشان يعمل الكشف الطبي قبل ما يظهر بقميص النادي في ملعب مرسول بارك اللي بيتسع ل 30,000 مشجع. بنتمنى طبعا انه ياكد لنا انه لسه عنده اللي يقدمه لكره القدم ويحقق ارقام ثانيه كتير. بس خلينا دلوقتي نروح مع اخبارنا لتعليق في صوره. الصورة اللي معانا النهارده صورة صعبة جدا على عشاق الساحرة المستديرة عامة والبرازيليين خاصة، لأنها صورة اللحظة الأخيرة والوداع الأخير لأعظم واحد لمس كرة القدم في العالم، الأسطورة البرازيلية بيليه اللي حضر جنازته الآلاف من الجماهير زي ما احنا شايفين في استاد نادي سانتوس البرازيلي علشان يودعوه بمراسم سموها النظرة الأخيرة واللي استمرت لمدة 24 ساعة. بعد ما خلصوا المراسم خلوا موكب جنازته تمر في كل شوارع مدينة سانتوس ومنزل والدته علشان تعيش البرازيل أيام من الحزن والأسى على لعيب مش هيتكرر تاني في كرة القدم. طبيعي أكيد مش هيتكرر تاني. فعلا بيليه هو اللي غير مفهوم كرة القدم في العالم، هو اللي عمل لها جمهور، هو اللاعب الوحيد اللي معاه 3 ألقاب كاس عالم بالنسبة للبرازيليين، هم مسمينه ملك كرة القدم وبيتلقب بلاعب القرن من الفيفا، وهو الأسطورة الأرجنتينية، هو والأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا. ده غير دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تسجيله 1279 هدف في 1363 مباراة على مستوى كل المسابقات سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية. بيليه أسطورة بكل المقاييس، كلنا زعلانين على رحيله، وحقيقة كرة القدم مش ممكن إن هي تعوض لاعب زي ده. والحقيقة إن هم هينفذوا له وصيته ومش هيدفنوه في الأرض، هيدفنوه في مقبرة بتوصفها موسوعة جينيس بأنها الأعلى في العالم، وهي عبارة عن تحفة معمارية بتتكون من 14 دور وفيها جناين وشلالات ومتحف عربيات، وهيكون هو محطوط في تابوت مطلي بالذهب في الدور التاسع وبشكل طولي مش بشكل يعني مش بشكل أفقي، الدور اللي اختاره تكريما لأبوه دوندينيو واللي كان بيلبس رقم 9 علشان يكون قدام ملعب سانتوس الفريق اللي انطلق منه للعالمية. وقال بيليه قبل ما يتوفى فترة عن وصيته: أفضل مكان بعد مغادرتي العالم ده هو اللي اخترته للراحة بسلام في المقبرة دي، المقبرة دي فيها سكينة وهدوء روحي، وإحنا بنتمنى إن روح بيليه ترقد بسلام. كده فقرتنا الأولى خلصت، تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نشوف مناورتنا النهاردة هتكون عن إيه. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا للمناورة. مناورتنا النهاردة مهمة جدا لأنها بتهم كل الناس، وهنتكلم فيها عن أهم حاجة في حياتنا وهم أطفالنا وولادنا اللي هم أهم حاجة فعلا، وبنبذل كل جهدنا علشان نفسيتهم وصحتهم وحياتهم وان هم يكونوا ناجحين دايما وفي افضل حال ونقدر ان احنا نفرح بيهم. لكن بقى في مشكله صغيره جدا موجوده في اغلب البيوت دلوقتي، وهي التغيرات اللي حصلت حوالينا واثرت عليهم بطريقه سلبيه وعلى حياتهم. السوشيال ميديا من ناحيه، ادمان الالعاب الالكترونيه من ناحيه، وغيرهم كتير، لدرجه ان بقى في اطفال بيجي لها اكتئاب وبتدخل في حاله سيئه زي شعورهم بالوحده والحزن والياس.
كل ده وهم في سن صغير، وده بسبب قعدهم على السوشيال ميديا. ناس كتيره تستغرب دلوقتي انه طفل ايه ده اللي يجيله اكتئاب، بس ده حقيقي للاسف ومش كلامنا. ده في دراسات كتير جدا اتعملت خلال السنين اللي فاتت يا اميره عن قد ايه في اطفال بتزور طوارئ الاكتئاب. دي حقيقه هند، وكلامك مظبوط، ويمكن انا اتاكدت من الكلام ده فعلا. في دراسات كتير اتعملت بتقول ان في زياده في عدد زيارات قسم طوارئ الصحه العقليه في مستشفيات الاطفال بسبب حالات الاكتئاب. ودراسه تانية عملتها مجله جاما لطب الاطفال بتقول ان كل ساعه زياده بيقضيها الشباب على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والفرجه على التلفزيون بتزيد من اعراض الاكتئاب عندهم. فلازم احنا كاسره بجد نخلي بالنا كويس قوي من ولادنا، هم صغيرين مش فاهمين ان ده بيضرهم، فرحانين باي حاجه بيتفرجوا عليها ويشوفوها. والطفل اكيد، يعني انا دايما لما بلاقي حد او ام عايزه تمنع اولادها انهم يقعدوا على السوشيال ميديا او يقعدوا على الجيم، هو ما لقاش بديل. يعني علشان حضرتك تحاولي تبطليه ان هو يقعد وقت طويل على السوشيال ميديا، لازم تطلعي له بلان ثانيه، لازم تشغلي وقته صح، لان طالما بيوصل حل للتعب النفسي يبقى لازم اسبابه تتحل ويقدر يتعافى ويعيش طفولته بشكل صحي، علشان لما يكبر الاكتئاب والوحده ما يزيدوش عنه، لانه اكيد مش هيقضي كل حياته كده. فلازم كل ام تقف واقفه كده وتشوف، واب طبعا، ايه مشاكل ولادها، بيقضوا وقت قد ايه على السوشيال ميديا. ما نستسهلش، نطلع بدايل علشان ما نمنعش بس، ما منعش وبس، لا انا محتاجه الاقي بديل علشان ابني او بنتي يسمعوا كلامي. صح، يعني هقول له بطل، ها وبعدين هتعمل ايه تاني؟ صح. لازم الاقي له حاجه بالزبط يعملها، ما اقولوش بطل وخلاص. وكمان انا عايزه اطلب من حضراتكم حاجه، ارجوكم لما تحسوا ان ولادكم فعلا تعبانين، نفسيتهم مش كويسه، بلاش تتريقوا عليهم، بلاش تقللوا من مشاعرهم وتقول لهم انت لسه عيل صغير. لا، هو الطفل بيكون عنده حق، الطفل هو اكتر المخلوقات صدقا. وزي ما دايما بنقول حقوق الاباء وحقوق الامهات، كمان لازم نتكلم عن حقوق الابناء اللي هي اهم حاجه، صحتهم النفسيه وانهم يعيشوا حياه سويه تؤهلهم يكملوا حياتهم بعقل وقلب متعافين تماما من اي صراع نفسي ممكن ياثر عليهم او يضرهم. تقرب من ولادك، تحتويهم، تصاحبهم سواء بنت او ولد، وبالاخص البنت، لان في دراسات كتير بتقول انه البنات بتتاذي نفسيا اكثر من الولاد علشان بيتعاملوا بعاطفتهم قدام الحاجات اللي بيشوفوها، فنعرف مشاكلهم ايه ونحلها معاهم. كمان مهم ان احنا نعلمهم المشاركه، انا بعمل كذا فتعالى اعمل كذا معايا، هيتبسط وانت كمان هتتبسط وهتحس ان ولادك ما بتبذلش نفس المجهود ان انت اقعد معاه، لا هات ويعمل معاك الحاجه اللي انت بتعملها بالزبط. ما تخليهوش دايما قاعد في اوضته ووشه في التليفون او في الايباد، لازم تهيئهم نفسيا صح وتشوف ايه هواياتهم، ايه الحاجات اللي بيحبوها وتخليه ان هو يعملها. وقصه انه الطفل بيقلد الاب والام حقيقة. يمكن امبارح كنا بنتكلم في موضوع التغذيه، كل حاجه كل حاجه، الطفل بيبص على باباه ومامته هم قدوته بيعملوا ايه، فهيقول لك انت لو قلتي له اقعد معايا شويه يقول لك طب ما انت كمان ماسكه تليفونك. يعني يا جماعه بجد الاطفال دول هم اهم استثمار ممكن تعملوه في حياتكم كلها. يعني لما تكبر كده وتشوف ابنك او بنتك ان شاء الله انسان كويس، سوي نفسيا، مبسوط، مرتاح، ما عندوش عقد مأثره عليه، هتكون فخور بنفسك قبل ما تكون فخور بيه، لان ده مش سهل ان انت تربي وتكبر وتعمل حاجه كويسه، انت هتبقى فرحان بنفسك قوي. الدنيا صعبه يا جماعه بجد، الدنيا مش سهله، فلازم نخلي بالنا كويس من اي حاجه بتخش علينا وعلى اولادنا. يا ريت يكون البيت هو المكان الهادي اللي بيحسوا فيه بالامان في الدنيا والونس. حضن الاب يا جماعه وحضن الام، يعني احضنوا ولادكم، يعني خليهم قريبين جدا منكم بجد، قربوا من ولادكم واحتووهم. وزي ما هند بتقول بلاش قصه اتريق او استقل بزعل ولد صغير او اكتئابه او عياط طفل. يعني في طفل يعيط انت ما تعيطش انت راجل، والكلام ده يا جماعه المشاعر ما تعرفش راجل او ست. فخلونا نعرف كده ازاي نحافظ عليهم اكتر وما نخليهمش يجي لهم اكتئاب او يحسوا بالوحده، ونعرف ايه هي اضطراباتهم النفسيه اول باول. وهيكون معانا علشان يساعدنا ان شاء الله بعد الفاصل دكتوره نورهان النجار، استشاري نفسي وتعديل سلوك الاطفال، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح.
زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، معانا ونورنا الدكتوره نورهان النجار الاستشاري النفسي والاسري لتعديل سلوك الاطفال، واللي هتكلمنا عن الاضطرابات النفسيه اللي ممكن تيجي لاطفالنا، ازاي نحافظ عليهم اكتر وما نخليهمش يجي لهم اكتئاب او يحسوا بالوحده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي، مشرفانا النهارده. انا اتشرفت اكتر. تسلمي. الله يخليكي. حضرتك طبعا سمعتي عن موضوع الحلقه اللي احنا بنتكلم النهارده، ويمكن احنا الفتره الاخيره سمعنا كتير عن كلمه التربيه الايجابيه. صحيح. كلمينا اكتر عن المصطلح ده. طيب، هو مبدئيا التربية الإيجابية يمكن المصطلح شكله كأنه حديث، ولكنه كفكرة ومعنى هو موجود بقاله فترة طويلة، مش لسه قريب. طيب، هو أصلا الأول هو يعني إيه تربية بشكل عام؟ تربية بشكل عام إن أنا بقدم نوع من الدعم لأطفالي أو لأبنائي العاطفي والاجتماعي والنفسي، وأيضا الدعم المادي. تمام، بلبي له احتياجاته النفسية. طيب، زادت عليه كلمة إيجابية. فما معنى الإيجابية؟ ما المقصود بيها هنا؟ تمام، أنا بقول التربية هي دعم معنوي أو عاطفي واجتماعي. طب ايه اللي زاد في كلمه الايجابيه؟ الايجابيه دي يبقى مقصود بيها اكتر بشكل خاص اللي هي حته العقاب والثواب. يعني ايه؟ انا بختار ان انا اركز على سلوكياته الايجابيه واعززها اكتر ما بركز على ان انا اعالج سلوكه السيء. تمام. فيبقى انا بشوف ان المعنى الاخير، لو انا هترجم معنى كلمه تربيه او هقول معناها ايه بالظبط، هي عباره عن نهج تربوي قائم على التركيز على تعزيز السلوكيات الايجابيه بدل من التركيز على ان انا اعدل اللي هي السلوكيات السيئه. اوكي، يعني ابتدي بالحلو واعززه قوي علشان اعرف اصلح اللي بعده. تمام. حلو قوي. طيب، عايزه دكتور اسال حضرتك على السوشيال ميديا. دلوقتي في اطفال ابتداء من سن 6 سنين كمان بنشوف ان هم عندهم اكونت على السوشيال ميديا. ده قد ايه بيضر الاطفال؟ بصي، مش قادره اقول لك ضرره كبير قد ايه. ماشي. اولا يعني السوشيال ميديا دي حاجه حديثه، يعني ما كانتش موجود زمان. حتى تلاقي بتوع زمان عندهم شيء من الابداع والفكر، ويعني عندهم خبرات حقيقيه مش خبرات افتراضيه. طيب، وده مهم او ليه ضرر؟ طبعا، يعني انا بشوف ان السوشيال ميديا الاطفال يعني سلبياتها اكتر بكتير من ايجابياتها بالنسبه لحد كبير وبالغ، لان ببساطه هم ما عندهمش وعي الحاجه اللي ماسكينها في ايديهم، وما تعرفيش ايه المحتوى اللي موجود اصلا. ثانيا، انت كده بتخشي في حته ايه؟ اساسيات التربيه نفسها. اولا، اول 5 سنين في الطفل، للطفل هم اللي بيكونوا شخصيته، فال5 سنين دول ما ينفعش ادخل فيها خالص موبايل. تمام، وخاصه كمان مش مضطر لده. يعني انا بقول مثلا المفروض ان لو هعمل اكونتات والكلام ده مش قبل 12 سنه. تمام. أوكي. عشان يكون عنده وعي، عنده وعي هو ايه اللي هو ماسكه ده، ايه ده اصلا. طيب، انا مش هقدر امنعه عنه تماما في الفتره اللي قبلها، لان في دلوقتي بقى الجيمز كمان، التعليم الحديث، في طبعا ايباد وفي حاجات بنستخدمها وتمارين وحاجات برده ممكن تكون مفيده عليه. فانا لا، هيمسكه بس انا هبقى عارفه هو بيعمله في ايه، او الاغراض التعليميه. أيوة. اكتر ممكن يكون في تمرين ما انا هخليه يشوفه في الايباد ده، ولكن مش هخلي له اكونت. الناس اللي اول ما بتولد، يعني ستات اول ما بتولد هوب اكونت على الفيسبوك، وكانها بتنمي فكره. أيوة. حتى عندنا نفسها بيعملوا اكونتس للبيبيز، اغلبهم بيبقوا بلوجرز او سليبرتيز. انا بستغرب، يعني. انا بستغرب، انت كده ده غلط، انت كده انت يعني بتنمي الفكره حتى جواك انت انه لازم يطلع على السوشيال ميديا. وهي اضرارها كتير جدا. فانا اول حاجه، اول 5 سنين دول على قد ما اقدر هبعده خالص عن الموبايل. تمام، وبعد كده اخليه يستخدمه الاستخدام الامن، الاستخدام اللي هو مثلا انا بدربه على حاجه، بيتعلم عن طريقه من اول 12 سنه او على حسب. على فكره هي مش شرط تكون 12 سنه. هي في دراسات بتقول كده، ولكن انا بتكلم على حسب انا شايفه وعيه وصل لحد فين. وهل انا عندي اساليب كويسه مراقبه بيها هو اصلا على السوشيال ميديا يشوف ايه بالظبط، وايه الالعاب الالكترونيه اللي هو بيستخدمها. ده مهم قوي برضو دكتور، فكره ان انا اراقب ولا ما اراقبش. ماشي، واراقب ازاي في السن ده؟ اعتقد بيبقى في حاجات بنقفل بيها الانترنت، بيبقى بيفتح ويب سايتس معينه محدوده بالزبط. لان اي حاجه دلوقتي ممكن يطلع قدامه اي حاجه تدخله على حاجات تانية خالص بالزبط. فبنحدد ده وبنراقب ازاي؟ يعني بصي اقول لك على حاجه، هو طبعا لازم يكون في رقابه، مش حاجه اسمها تربيه ما فيهاش رقابه دي خالص. طب الرقابه وانا بقول ولا رقابه من وراه؟ يعني هل اخش وابقى مبينه ان انا براقب ولا اراقب من لا. تحت لتحت؟ لا ما تقوليش. أوكي. يعني بس عرفيه ان انت واخده بالك. أوكي. مش ان انت بتراقبيه، لان هو بيحس لما الطفل بيحس انك بتراقبيه بيبقى كانك بالظبط مش واثقه فيه. ما هو ده. تمام. فانت مش هتوصلي له المعنى ده. وبعدين احنا بنبتدي بنعمل كون ردود افعالنا استباقيه. استباق يعني وقائي، يعني انا مش هستنى لحد ما توصل للمصيبه وابتدي اعالج بالزبط. من البدايه. فبالبدايه انا في الموضوع ده اعمل ايه؟ انا بصاحب ولادي، بعرفهم على فكره ان في حاجه اسمها موبايل، بس هو يعني دلوقتي ما ينفعش تستخدمه عشان كذا وكذا وكذا، واعرفه ده بالنتيجه بتاعته. بص، في نماذج معينه
ما بتوصلش اللي هي عايزاه او بتبقاش كويسه وما بتنجحش في حياتها، يكون هو عنده مفهوم النجاح ده واضح عشان خاطر بيعملوا كذا وكذا وكذا. لازم اخش له من حته السلبيات، ان انا من الاخر زي ما بكون بنمي عنده الحافز. انت من تلقاء نفسك ما تمسكش الموبايل كتير، تمام، وما تحطوش عنده طول الوقت. وطبعا الكترون يعني بالناحيه الالكترونيه في ناس كتير قوي متخصصين في علوم التكنولوجيا هيعرفوكوا ايه البرامج اللي بتتحط وايه اللي ممكن تشوفيه. ممكن تعملي اكونت فيك او اكونت بتاعك تكوني عنده من الفريندز بتشوفه بيحط ايه بالظبط. يعني الحاجات دي كلها دي اعتقد سهله. وفي برضو حاجه كده لو الامهات ما تعرفهاش افتن لكم انا، بيبقى فيه اللي هي السكرين تايم اللي هو انت بتحددي الوقت اللي يقعد عليه، بعد كده الايباد بيفصل تماما، بتحددي له وقت معين. غتاتة امهات بس مش مشكله يعني كويس ترى غير مباشر كان العقل مش من عندنا، مش هو جاي من بره خالص يعني. الموبايلات والسوشيال ميديا والالعاب الالكترونيه بحسب اخر دراسات هي من اكبر اسباب الاوتيزم او التوحد. صحيح. انا واقفه دلوقتي في مرحله ابني بدا يظهر عليه اعراض التوحد او ان هو عايز يبقى لوحده، حتى لو توحد جزئي زي ما بيقولوا عليه. اعمل ايه في اللحظه دي عشان اسحب منه ده واديله بدائل؟ طيب اولا ما ينفعش الهجوم عليه مره واحده، تمام، لازم افهم بس هو الى يعني لجأ ليه للالعاب الالكترونيه. دايما لما تكوني عايزه توصلي لحل لحاجه معينه شوفي اسبابها. ايه اللي وصله ان هو يدمن هذه الالعاب؟ هي يعني كحد ذاتها ماشي، ما هو مشروع ان انا اخليه يمسك حاجه يلعب بيها، بس هو بيقعد قد ايه؟ الاستمراريه والوقت بتاعه يعني بدأ يدمنه ولا هو في اي مرحله بالظبط؟ يعني انا على حسب هو في اي مرحله من تعلقه انا بتدخل، لان في احيانا لما بيكون الادمان واصل لاخره يكون في تدخل بقى خارجي، حاجه بقى مش الام والاب، لا ده انا اشوف بقى استشاري، اشوف متخصص، اشوف حد ده تخصصه. فانا اول حاجه انا بشوفها الفراغ، وقت الفراغ بتاعه هو ده اصلا يعني زي بيقولوا مربط الفرس. صح. انا لو عرفت وقت فراغه استثمره واحط له ليه برنامج عشان خاطر ما يعني هو قدامه ملهيات كتيره، فانا لو مش عارفه اعمل له ايه في الوقت ده بالظبط هو هيروح في الحاجات دي. صحيح. تمام. فانا طب املاه ازاي؟ ببساطه شوفي نمي مهاراته، اكتشفي بالظبط هو شاطر في ايه وكويس في ايه، وابتدي عرفيه على ده، شوفي بالظبط تملي له الوقت ده ازاي. كمان هي مشكله، في مشكله في الالعاب الالكترونيه اصلا، ودي يعني خارج عن ارادته هو، هي مغريه قوي. ليه؟ لان هي فيها ميزه تفاعليه. ليه؟ لان انت بتتقمصي شخصيه البطل، مش مجرد بتتفرجي، لا انت في حد قصادك. وبدون ذكر اسامي العاب دلوقتي بيبقى في حد فعلا اوريدي بيتكلم معاكي واخد صفه العدو، وانت عايزه ان انت تكسبيه، حتى بتاثر على الكبار. فده بيخليها تقمص ويخليه اكتر يعني هو. واحنا ككبار على فكره بنحب الالعاب دي. يعني الجيمنج سنترز اللي بيبقى فيها بلاي ستيشن اكس بوكس والحاجات دي، انا عندي 27 سنه وبروح يعني هي في الاخر مسليه جدا. بس اللي حضرتك بتقوليه ان انا الاقي البدايل، هل اولياء الامور بقوا بيستخدموا الموبايلات كسكاته؟ يعني بيعيط خد الموبايل. ده كسل بقى منهم ولا عدم وعي؟ بصي اقول لك على حاجه، يعني ساعات بيبقى كسل وساعات ممكن يكونوا هم مشغولين قوي. فيعني هعمل ايه عشان خاطر مثلا الطفل يسكت؟ فانا هديله الموبايل يتعرض له شويه. وانا لازم اخد بالي ان انا مفروض كاب وكام يكون عندي وعي بنوع التربيه واسلوب التربيه اللي انا يعني بقدمه لاولادي. لان في انواع من التربيه، في تربيه اسمها استبداديه، وفي تساهليه، وفي تجاهليه، وفي سلطويه. انا مهم قوي اعرف ان انهي اسلوب تربيه انا بتبعه. يعني التربيه اللي هي الاسلوب من هو صح. ما هو ده هيودينا للسؤال برضو، ان في فرق كده سنه ما بين يعني ما بين الحب والدلع. يعني برافو. ان انا اربي وادلع. صحيح. ازاي نفرق ما بينهم؟ طيب جميل قوي. دي بتتكلم على نمط القسوه ونمط الدلال. بالظبط. هما موجودين في الانواع اللي بقولها دي. في عندي اسمها اسلوب التربيه الاستبداديه، هو اللي بيضع القواعد. انا كاب وكام بيستخدم سلطه ديكتاتوريه شويه. هي قواعد هتتحط، وليك اصحاب معينه هم دول هتصاحبهم، لبس معين طريقه معينه هتلبسها. فطبعا دي مش نوع جيد بالمره. يعني مثلا السوشيال ميديا والكلام ده انا يعني بمنعه، بمنع ان انت ما بتقدرش انك تناقشني، مفيش تفاوض اصلا. لا لا لا. فطبعا هيطلع نتائج سلبيه خالص. طبعا هيعمل ده من وراء الاهل بالظبط. او هيبقى كمان عنده خضوع لما يكبر، شخصيته لما تكبر. فدي نمط مش مرغوب. هو منعت السوشيال ميديا هو بس بطريقه ديكتاتوريه. في بقى اللي هي الاسلوب التساهلي. التساهلي ده بقى اللي هو بتاع الحب، يعني الاستبدادي القسوه. تمام. والقسوه لما بتزيد بتطلع نتائج سلبيه جدا، خضوع، واللي بيحاولوا يوصلوا للكماليه والى اخره. في عندي بقى نوع تاني تساهلي،
الحب والدلال. حلو ان انا ادلعه كل حاجه بس يكون في حزم. صحيح. التسهليه ينقصها الحزم. ده شخص ما بيحطش اصلا اي قواعد خالص، يعني مغرقه حب ودلدقه واحتواء، فبيبقى هنا اه في دفء عالي ولكن السيطره قليله. تمام. ودي حاجه مش كويسه، لان هتطلع لي شخص بعد كده في المجتمع طبعاً. شخص اعتمادي غير مسؤول اناني. تمام. احسن حاجه بقى الوسطيه، ان انا الوسطيه بقى دي هيجيلك في الاخر. في بقى يعني بعد دي في التربيه التجاهليه، أسوأ أنواع التربية التجاهلية، طلع أسوأ نتائج. ليه التجاهلية؟ إن أنا ولا كأني خلفت، أنا مش فاكرة أصلاً، هو يعني أنا اتجوزت فحملت فخلفت فخلاص بقى سايباه لأي حد بيربيه، أو أوكي أنا بجيب له أكل وشرب وهو إلى آخره. في فرق بين رعاية وفي فرق بين تربية، بين التربية. وفي كمان ناس أصلاً حتى الرعاية ما بتعملهاش. فهو بيبقى الطفل بيفسرها كأنك أنت بتكرهيه وبتنبذيه مش عايزاه، فبيمشي بيكبر بشعور بالذنب. بيفهم إمتى ده؟ بيفهم مع الوقت صغير. وبيدرك لما بيكبر ان انا ماليش ظهر، انا ماليش امان، انا مش واثق في حد، اذا كان اللي مني اهلي هم اصلا انا مش فارق معاهم، امال الناس دي هتبقى ايه معايا؟ بيبقى عنده حاله اسمها اللا وجدانيه، او مش حاسس اصلا بالامان. ولا طبعا الانتماء ولا انواع. أسوأ انواع. هل في حد بيبدل الاب؟ يعني لو الاب والام مثلا انفصلوا، وده بيحصل كتير، فاغلب الوقت مثلا ممكن الاب يتجوز الام تتجوز والطفل بيبقى مع الجد او الجده. هل لو الجد او الجده عملوا التربيه السليمه الطفل ده هيطلع سوي؟ طبعا. المشكله يعني عدم وجود الاب والام في الصوره مش هيأثر، مش هيحسسه ان هو مرفوض غير طبعا. وساعات بيبقوا موجودين ويحسسوا انه مرفوض اصلا. هو مين طفل سوي بيطلع نتيجه ايه؟ اخر نوع هتكلم عليه التربيه السلطويه. التربيه السلطويه ممكن من الوهله الاولى ما حد يسمعها يفتكر ده متسلط. لا خالص، متسلط ده في الاستبدادي اللي قلته في الاول اللي هو بفرض رايه، انما السلطوي ان هو عنده سلطه ما وبيحسن استخدامها. انا كاب وكام انا اللي بحط القواعد فعلا، ولكن انا ديمقراطي، انا بحاول نوعا ما اقنعهم بهذا واقول لهم كمان ايه المقبول وايه غير المقبول، وفي نفس الوقت بديلهم حب واهتمام وتواصل. هنا يطلع لي الشخص السوي ده. افضل نوع اللي هو بيجمع بين مش القسوه، بيجمع بين ان انا في ضبط وربط، في سيطره، ولكن في دفء كمان بقدمه، الاثنين بيبقوا مرتفعين. فده افضل نوع وده الاقرب للتربيه الايجابيه. هايل. نرجع للسوشيال ميديا. ايه الاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا؟ الاطفال ازاي يستخدموا السوشيال ميديا بشكل صح؟ بصي، انا لازم اول اعرف هو في انهي مرحله في حياته، لان كل مرحله بيبقى ليها متطلبات نمو. انا لو رضيع غير بدا يمشي، غير ان هو دخل لسه في كي جي، لسه في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، والى اخره. انا مهم قوي بالنسبه لي اول 5 سنين السوشيال ميديا. انا ما ينفعش اخلي بنتي او ابني يتعرفوا عليها. ممكن احنا، انا عارفه ان بدون ما احنا بنكون داريين او بشكل لاواعي هو بيشوفك ماسكه موبايل بحكم شغلك، بحكم اي حاجه. تمام. حاولي على قد ما تقدري ان انت تمنعيه من ان هو ياخدها منك، ان انت ما تقفيش قدامه كتير بالموبايل، ولو وقفتي حسي ان هي حاجه وحشه، ومهما عيط ومهما بكى اوعي تديله الموبايل. افتكري دايما الاثار السلبيه اللي ناتجه عن ان هو يمسك الموبايل من دلوقتي يبقى ليه اكونت والكلام ده كله، يعني قصاد يعني ان انت بتديله متعه على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل لا، ده في مشاكل كتير نفسيه جدا هيتعرض لها، الاوتيزم بقى والحاجات دي كلها، وغير بقى كده يعني انت مش عارفه ايه بالظبط اللي بيشوفه على السوشيال ميديا، وكذلك الالعاب الالكترونيه. طب كل الولاد في المدرسه عندهم اكونت على السوشيال ميديا، ازاي اخلي ابني او بنتي يبقى شايف كل اللي حواليه بيعملوا كده، وانا بمنع عنه ده او بقلل ده من غير ما يجي يقول لي اشمعنى هم، من غير ما يحس ان انا يعني بحرمه؟ لازم يكون عنده بدايل. بالظبط، لازم يكون عنده بدايل. وانا مش هعرف، عشان ابقى معاكي واقعيه، انا مش هعرف امنع الموبايل تماما، ده صعب. عشان نبقى واقعيين ده صعب. انا بقول 5 سنين او 5 سنين، لانك متحكمه بنسبه اكبر في الطفل، لان هو دلوقتي مش بيروح مدرسه او العالم بتاعه ضيق ومقتصر عليكي وعلى اللي هم بتوع دور التنشئه الاجتماعيه الاساسيين، الاب والام والاطفال والنادي وحتت صغيره كده، فانت متحكمه فيه اكتر. اما يخش المدرسه هيبقى فيه ايباد، يبقى فيه حاجات معينه. فانا اول حاجه لازم يكون في بدايل، او لو هيستخدمها يعني مش اكاونت ومش لازم ادخله في قصه اللي هي زي بتاعه الكبار دي، ولكن ادير وقت معين، ادير وقته.
يعني ممكن بدايل مثلا، يعني هو على فكره موضوع السوشيال ميديا ده زاد وقت كورونا قوي. اه كله صح. الجيل الجديد ده كله زاد وقت كورونا، ما كانش حد بيعمل حاجه. صحيح. احنا للاسف انا نفسي نفضل نكمل في حاجات كمان. كتير قوي وانا كمان، بس للاسف الشديد فقرتنا خلصت. دكتور قبل ما نطلع فاصل عايزاكي تقولي نصيحه لكل اب وام بيتفرجوا علينا. طيب انا مش هقعد اقول على التربيه الايجابيه كتير، انا هقول لكم بس يعني خلوا الطفل اولويه، ومن تلقاء نفسها انتوا هتدوروا على التربيه الايجابيه اولويه. اه مشروع حياتك، يعني انت من نفسك هتلاقي نفسك بتدور على ازاي انت تخليه في احسن صوره في افضل حاله. صح. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتينا. ولادكم هم الاستثمار الاهم والاكبر، وهم دول يعني من عملك اللي مش بينقطع في الدنيا، من ضمنه ولد صالح يدعو له، فخلوا بالكم من عيالكم. هنروح فاصل سريع ونرجع تاني. واحدة من أهم لاعبات النادي الأهلي ومنتخب مصر للسكواش حققت بطولات مختلفة سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر، وكانت آخر بطولاتها اللي فرحتنا بيها في فترة أخيرة هي حصولها على الميدالية الذهبية لمرحلة العمومي سيدات في بطولة الأهلي المفتوحة للسكواش، وبطولة العالم للجامعات اللي استضافتها مصر في نوفمبر اللي فات. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لكم تاني. أهلا بيكي كابتن سنة، بطلة السكواش النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بيكي منورانا النهارده في الاستوديو. ميرسي قوي، طبعا انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده. واحنا كمان احنا جايين النهارده عشان نتكلم عن البطولات والانجازات والحاجات اللي عملتيها الاخيره، وتحديدا بطوله السكواش المفتوحه، عايزينك تكلميني على الحاجات دي كلها. يعني طبعا لسه لاعبين بطوله الاهلي، لسه خلصنا الشهر اللي فات يعتبر. طبعا ما كانتش سهله ان انا اول مره العب سيدات، كان لعبت البطوله طبعا ومعايا لعيبه كبار، يعني كنت رقم 2 على البطوله، معايا رقم 1 كانت ياسر بعادل، نادين شاهين، ياسر بعادل، كلهم اكبر مني طبعا عندهم خبره كبيره يعني، فكانت طبعا البطوله مش سهله يعني، فبس الحمد لله عرفت اكسب يعني. لا طبعا على طول تكسبي وتنجحي. انت كام سنه؟ 19. شكلك صغير. ما هي صغيره مش لا اصغر كمان من كده، يعني شكلك اصغر من كده. سنة رحنا لبطولة الجامعات، وعايزاكي بقى تكلميني عن تجربة اللعب الدولي او انك تلعبي في بطولة عالمية. طبعا البطولة كانت كبيرة قوي، ان هي اول مرة تتعمل من فترة كبيرة جدا، كانت اخر مرة 2009 كانت رانيمي دويل اللي كسبتها، وطبعا عشان بسبب الكورونا ما لعبتش غير هي بطولة عالم للناشئين مرة واحدة، كان عندي ساعتها 16 سنة، كنا تحت 19، لعبت معاهم اول فرق، خدنا اول فرق، كنت بلعب معاهم، كنت اصغر واحده في الفرق، كنت عندي 16 سنه ساعتها. وبعد كده كان عندي 2 بطولتين عالم، بس طبعا بسبب الكورونا اتلغوا، يعني كنت مصنفه رقم 1 على البطوله، وكانوا بيرشحيني ان انا اكسبها وكده، بس ما حصلش نصيب يعني. فطبعا متعودين واحنا صغيرين على بطولات من بره مصر، وبطوله العالم الجامعات زي بطوله العالم، ان احنا كان بطوله العالم احسن 5 لعيبه في كل دوله، بطوله العالم الجامعات احسن 2 في كل دوله، فدي اصعب برضو، اقل وموضوع اصعب، فطبعا كانت حاجه كبيره بالنسبه لنا ان هي بطوله عالم مش بطوله عاديه يعني. لما سافرتوا كانت ايه اصعب ماتش او اصعب حاجه عليك؟ كان احنا سافرنا كتير يعني. العالم خلينا نتكلم على بطوله الجامعات. بطوله العالم طبعا يعني احنا الحمد لله في البنات فارقين عن فارقين عن بنات بره مصر خالص، بس طبعا في الفاينل كان الموضوع صعب قوي، كنا ضد ماليزيا وكنا كسبنا اول ماتش مع هانيا رقم 1، وكان كذا بطوله العالم كسبت 3-1 ضد واحده ماليزيه، وماتش اللي فيصل اللي هو لو احنا كسبنا احنا خلاص كسبنا البطوله، لو احنا خسرنا يبقى في ماتش فيصل ما نعرفش مين فينا هيكسب، والموضوع كان بريشر اكتر على اللعيب الثالث، اللعيبه الثالثه اللي هتلعب معانا بيها يعني، فالحمد لله كسبنا 3-2 في الماتش الثاني، واحنا كسبنا البطوله دي، كانت اصعب حاجه في بطوله العالم يعني ساعتها، كان الفاينل يعتبر. اوكي. دايما بنقول ان البطوله يعني او المباراه لما بتكون على ارض بلدك بتبقي مطمنه، كنت حاسه بالاطمئنان ان البطوله هنا؟ يعني انا بحب العب بصراحه في بلدي يعني، واهلي موجودين يعني، اللي احنا اهلي كانوا بيسافروا معايا على طول قبل الكورونا، بس بعد الكورونا الموضوع بقى صعب، ما بعرفش اسافر ان في PCR ونقعد محبوسين في الاوض وكده، فطبعا انبسطت ان هي تبقى في مصر يعني، وبرده يعني برده فيها برده حته فريش شويه، اللي انت هي حلوه ووحشه في نفس الوقت يعني. ليه بقى؟ بس حلاوتها احلى يعني. وحشه ان هي مثلا ناس كتيره جايه تتفرج بقى وبس، ولازم بقى نكسب بتبقي متوتره ان في ناس قاعده بتشجع وكده لا عامه يعني، مثلا الناس لما بتيجي تشجعنا مثلا واحد يبقى تعبان، تحسي لو تشجيعهم اساسا بيبقى احسن، يعرف يلعب يعرف يتحرك، بس يعني كان موضوع بالنسبه لنا في الفاينل في الفردي كان موضوع يعني مش ما فيش تشجيع قوي، لان انا كنت بلعب ضد زميلتي المصريه، فاحنا بس من اول بطوله كنا بنلعب مع ناس من اجانب، بس الفاينل كان مصري كده كده،
فالموضوع ما كانش سهل. لكن في الفرق طبعا كنت بنلعب ضد فرنسا، فلا كان بقى ناس كتير قوي جايه، ووزير الشباب والرياضه كل الوزراء، يعني معظم الوزراء كتير جدا جت كتير جدا، فطبعا كانت حاجه حلوه. يعني انا عايزه اسالها عن حياتها هي، يعني حياتها هي قبل البطولات، حياتك الاجتماعيه بتعملي ايه، حياتك ماشيه ازاي بقى، يعني عايزين نعرف البطولات كده بتعملي. حياتي مشغوله قوي التمرين يعني. بجد بتتمرني قد ايه، بتحضري ازاي قبل البطوله؟ يعني لازم نتمرن مثلا 2 سيشنز في اليوم سكواش غير الفتنس. ف في جامعه طبعا. ف انت بتدرسي ايه؟ بدرس اعلام. اعلام؟ وكل اللي جاي هنا جاي مذيعه برضو؟ لسه سنه اولى، لسه هتخصص يعني هخش اذاعه تلفزيون ان شاء الله. يعني عشان انت كاريزماتك، عندك كاريزما كده معينه. يعني فطبعا يعني بتمرن مثلا، بروح الجامعه الصبح من 8:30، في جاب ساعتين ونص بروح اتمرن فيهم سكواش، وارجع تاني الجامعه كروح فتنس كده، ارجع على سكواش تاني، فبرجع على 10-11 بالليل عادي جدا، متدمره طبعا. عايزه تنامي. لو اتخرجتي ان شاء الله وربنا كرمك وبقيتي مذيعه، ممكن تبقي مذيعه في الاهلي، بس ابقى انا برضو موجوده يعني، ما تقوليش مكاني انا واميره. يعني ممكن تسيبي السكواش عشان التلفزيون يوما ما؟ ما هو يوم ما اكيد هسيب سكواش، يعني اكيد مش هقعد في حياتي العب سكواش طبعا، على السن وكده طبعا بيجي لنا وقت اللي احنا خلاص بنوقف بقى، ريتايرد بقى، هل هبقى مدربه او هبقى ايه، دي لسه مش متاكده منها يعني، لسه بدري شويه يعني بفكر يعني، بس لسه يعني لسه مش عارفه هعمل ايه بالظبط يعني. لسه ان شاء الله مكرر. ان شاء الله كل الخير. لا ان شاء الله ما فيش سن ولا حاجه وتكملي. في ناس بتقول ان السكواش لعبه صعبه جدا على السيدات اكتر، انت شايفه ايه؟ ردي عليهم بقى قولي لنا، صعبه ولا صعبة لا؟ صعبه يعني الولاد هي طبعا اصعب شويه البنات طبعا، مجهود طبعا، احنا لعبتنا جري كتير قوي. لازم تركزي تشوطي الكره فين عشان تبقى البنت ما تعرفش تجيبها، لازم وانا بجري العب صح، بوزيشن صح عشان الكره توصل صح، هي تركيز قوي طبعا، وفتنس لازم تبقي فت قوي. لو يعني مثلا زمان كان بيكسبوا بالسكواش اكتر من الفيزيكال وكده، بس دلوقتي ناس كتير قوي من بره مصر بتكسب دلوقتي، وبقوا بينافسوا معانا برضو بسبب يعني قوتهم البدنيه، فاحنا لازم نركز اكتر يعني. دلوقتي السكواش مفهمات تركيزا اكتر عن القوه البدنيه يعني. مش حد سكواش واحد واقف فهو هيكسب، مش سهل خالص يعني. فالموضوع مش سهل برضو يعني، ولا صعب قوي ولا سهل قوي، بس يعني برضو ما لازم واحد يتمرن كتير قوي عشان يوصل يعني. اوكي. وقتها يعني بتتمرني ما شاء الله. انت عارفه انه اخر ستاديز اتعملت على انواع الرياضات قالت انه السكواش هو اكتر رياضه صحيه، واللي بيمارسوها صحتهم بتبقى كويسه، واكتر رياضه بتحتاج مجهود بدني. ثانيه واحده، استاذه هند لسه امبارح بتقول لي اميره، قلت لها ايه يا هند؟ انا قلت بقى في ايه بقى، انا خلاص قررت اتعلم سكواش واظبط. لا انا بعرف، انا اسفه. أيوة. انا قلت هرجع العب سكواش. هترجع تلعب سكواش، يلا مش مشكله. دي الرياضه الوحيده اللي لعبتها في حياتي، عشان هي سهل انك تلعبيها وانت كبيره. يا سهل، هي جميله. عايزه اروح لحته ثانيه الا وهي انه وزاره الشباب والرياضه، يعني السكواش بالنسبه لهم هو الاستثمار يعتبر الاهم في مشروع مثلا القومي سكواش، وده علشان للي ما يعرفش ده مشروع عاملاه وزاره الشباب والرياضه علشان بتروح مراكز الشباب في المحافظات المختلفه وبتكتشف ناشئين علشان وكمان بتدعمهم ماديا علشان نطلع ابطال في السكواش ونفضل متصدرين. عايزاكي انت بقى تكلميني عن دور وزاره الشباب والرياضه، وانا عرفت ان وزير الشباب والرياضه تواصل معاكي بعد البطوله في واحده من البطولات، كلميني عن دور وزاره الشباب والرياضه في السكواش. بصي، هو انا يعني ما قابلتش غير الوزير مره واحده. كانت وقت بطوله العالم الجامعات، هو ما جاش في الفردي بس جه في الفرق، بعد ما خلاص سلمنا عليه وصورنا معاه. بس هو بيجي طبعا في كل البطولات الكبيره اللي هو السيدات، بس بيبقى بقى اللي هم الكبار بقى، نور الشيرين والناس دي، كانت لسه بقى انا بروفيشنال يعني سيدات، فما قابلتوش غير مره واحده بصراحه في حياتي، فما اعرفش. قلتوا ايه؟ كلمتوا؟ دار بينكم اي حديث؟ قلتي له حاجه؟ اشتكيتي له من حاجه؟ قلتي له نفسي في حاجه؟ ما لحقتش اشتكي ولا اقول اي حاجه بصراحه يعني. هو احنا كان ليه زحمه قوي، فاحنا سلمنا عليه بعد ما خلاص. انا كنت اخر ماتش في الفرق، انا الماتش يعني انا الولد كسب، انا ماتش يا نكسب يا لو قدرت كنت خسرت يبقى في ماتش فيصل. فهو ما لحقتش، سلمت عليه بسرعه وغيرت ولقيته داخل جوه عشان يعني هناخد كاس. اعتقد يعني ده بيفرق مع كل الرياضيين ان هم يلاقوا الدوله مهتميه بيهم وباللي هم بيعملوه. يعني بس يعني مش كل الناس يعني متاحه يعني، مثلا النادي الاهلي الوحيد هو السبونسر ليا، او الراعي الرسمي هو اللي بيحاول يدعمني على قد ما يقدر يعني، السبونسرات بيبقى اكتر مع الناس الكبيره يعني.
هو بس الوحيد اللي بيصرف يعني، بيحاول يساعدني على قد ما اقدر ان انا اسافر، اللي احنا بنسافر بطولات اللي هي البطولات اللي بره مصر السيدات دي على حسابنا اساسا، ما حدش بيساعد يعني غير النادي الوحيد اللي بيساعدني شويه يعني، ده حاجه يعني اشكر النادي عليها طبعا. ف يعني ما مش بيساعدوا يعني، ما فيش يعني حاجه بتساعدنا قوي يعني غير ناس معينه بقى، ناس معروفه كده يعني. انت لابسه يا مصطفى عسل؟ اه طبعا اهو في نفس النادي يعني، بنشوف بعض على طول يعني. احكي لي عن ماتش كنت بتلعبيه مع مصطفى عسل بس في بطوله يعني. لا ما بطوله مصطفى، انا هو لعبنا فردي يعني، ما هو كانش لعب معانا في فرقه عشان كان بطوله اللي هو سنغافور، بس انا بسبب بطوله العالم الجامعات لغيت اعتذرت عن بطوله ثانيه، ان انا برده كنت بلعب في الفرق كنتش احسن حاجه، ان انا كنت مصابه شويه في رجلي بس كنت بلعب على الاصابه يعني. بصي ده هيوديني كده لسؤال لازم نساله لكل ضيف يعني، لازم نزنقهم كده، بطلات وجو بطولات وحاجات كده، اكيد مريتي بصعوبات في حياتك اكيد في مشوارك ده، ادينا كده اصعب لحظات مرت عليكي وبعديها الحلو. يعني انا بعد ما كسبت اول بطوله اللي هي البريتش اوبن توت انجلترا دي زي بطوله العالم، احسن خمس لعيبه في كل دوري بيلعبوها، كانت هي بتبدا من اول 13 سنه. اوكي. فانا دخلت لعبت فيها اول سنه، خسرت من 8، كنت بقى مع السن الاكبر مني، بعد كده كسبت السنه اللي بعدها. كنت بحضر للسنه اللي بعدها بقى عشان اسافر، وانا سيدد وان وبطوله ولسه كاسبه السنه اللي فاتت، اتصبت اصابه كبيره في رجلي في الحوض عندي، كان حوار يعني الحوض اتنقل مكانه، والظروف بتاع الحوض في قطع جزئي، كنت ما بعرفش اطعن خالص، لما بطعن بقى على الارض. فقعدت سيزون كامل ما بلعبش، فطبعا بقى جالي اكتئاب ان انا ما بلعبش، انا من النوع اللي بحاول العب، بس حصل لي كذا حاجه، خسرت في ماتش في ضد الجمعيه المفروض اكسبه عادي جدا، خسرت من اول فيرست راوند، طبعا بقى انهيار بقى، وانا مش عارفه العب ورابطه رجلي ولابسه ليجينات عشان ما ابينش ان انا مش مصابه ولا حاجه. قعدت سيزون كده ما بلعبش، بقى اكتئاب، شلت مضرب السكواش مش هلعب، والراحه بتاعتي يعني رحت كميه دكاتره مش عارفين عندي ايه بالظبط. رحت اخر دكتور، الدكتور المنيري هو الوحيد اللي عارف يعالجني يعني، فكان علاج بتاعي اللي هو راحه ودواء مش موجود في مصر اساسا يعني. فبابا يقول لي مش سكواش ما وحشكيش، اصل انزلي تتمرني، بعد الدكتور بعد شهرين قال لي ممكن تنزلي تمشي بس مستحيل تعملي اي حركه غلط تتحطعني، ما فيش. فقول له لا مش عايزه انزل لغايه ما الدكتور نزلني غصب عني اني العب، و لازم نجرب في البطولة دي. فرجعت بالعافية شوية ان انا العب اساسا، ان انا كان في دماغي خلاص انا بطل سكواش هلعب لعبة تانية، فقررت خلاص. ليه ايه اللي خلاكي تقرري انك تبطلي برضه؟ لا يعني كان الموضوع كان صعب عليا، مش خسارة، انا متعودة ان انا اخسر عادي مش مشكلة، بس كانت خسارة وحشة، وكان ناس بتيجي هم عارفين ان انا مصابة، فكان وانا كنت صغيرة ساعتها كان عندي 13 سنة، صغيرة قوي، فبقى ضغطوا عليا أكتر بقى، وجابوا ناس دي شجعوا، وهم عارفين إنها مصابة والعبي على إصابتها، وكان أنا إصابة أصلا اتصبت دي بسبب واحدة ضربتني في الماتش، أوكي يعني حصل حاجة يعني، ولعبوني على الإصابة أكتر، فيعني فجالي اكتئاب، خلاص لو سكواش كده مش عايزة ألعب خلاص يعني، ليه يحصل فيا كده يعني. أيوه. بس فرجعت بقى ورجعت ألعب بطولة إنجلترا تاني، وصلت الفاينل مع واحدة ماليزية، بعد ما كسبت الماتش حسب عليا الماتش يعني، بعد ما كسبت التايتل وخدت اول، حسبوا عليا ماتش خلوني اخد تاني. اوكي. فيعني انا لسه طالعه عملت فيا كده، فطبعا الموضوع كان صعب بقى، كل الناس بره بيدوروا عليا ازاي ده يحصل، وطبعا الاتحاد حاول يساعدني، لو يعني ليه سحبوا مني التايتل يعني، ما كل ده عشان كنت تعبانه في الماتش، فقلت لهم عايزه انجري بريك، فقبل ما يقول لي اطلعي بره الملعب، فالاورجنايزيشن فتحوا لي الباب، اصل الاوكره كانت مكسوره جوه، فبيبقى حسبوا عليا الماتش بعد ما خلصت الماتش، عشان فتحت يعني طلعت قبل ما الحكم ما يقولي. فهو الموضوع مش مقتنع، اللي هو الدكتور الحكم قعد يخش قال امسحوا المايك ده كورد اند كونتينيو ذا ماتش. فانا استغربت، وكابتن احمد مطعني كان مدرب المنتخب كلهم بيقولوا كملوا، كنت خسرت 2-0 اساسا، وبعد كده كسبت 3-2، والموضوع كان صعب، فحسب عليا الماتش، فكان الموضوع صعب بالنسبه لي، اللي هو لسه طالع من اصابه، حسب عليا ماتش وفاينل بعد ما كسبت البطوله. حسيت بشويه احباط. اللي هو يعني طب انت كنت هتحسب الماتش، كنت ما خدتنيش اكمل في النص يعني، انت خدتني اكمل بعد ما طلعت بره الملعب، هو حسب قبل ما اخد الكاس بساعه ولا حاجه، حسب عليا ان هو يحسبوا عليا الماتش. ف الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. هو ده كبير. رجعتي تلعبي والدنيا بقت كويسه معاكي، بتهتمي بالسوشيال ميديا؟
يعني بحاول قد ما اقدر، بابا بيقول لي يعني بحاول ابقى انزل شويه في السوشيال ميديا، بس يعني مش شاطره قوي لسه في الحاجات دي. غير الشطاره، انت بتهتمي باللي بيتكتب في الصحافه على السوشيال ميديا، اللي بيتكتب عن اللعيبه الثانيه، عن التصنيفات، عن مين كويس ومين وحش، الحاجات دي بتفرق لك؟ اه يعني بتنزل لنا بنتفرج يعني بشوفها. اه يعني البي اس اللي هو بتاع السكواش بيقعد ينزل مثلا كل دلوقتي الرانك بقى كل اسبوع. بس ده ان هو يبقى متفاهم يعني. اه يعني ده انت طيبه وبحاول يعني ما يبقاش من مصر يعني. من ايه؟ بحاول ما يبقاش مصري يعني. اجعل منك قوي. لا هو في إيه زي الرجاله، هو في زي الراجل المصري. هزعلوا مني دلوقتي؟ لا ما عملتش حاجه والله. طبعا نقعد نفرد بقى. يا بنتي الراجل المصري، الراجل المصري ده لازم نعمل له. لا لا لا، بصي هقول لك على حاجه، كل بني ادم في الدنيا حر تماما في قناعاته وكذا وكذا، بس احنا دايما بنحرص انه بما انه احنا قدوه الى حد ما، انه لما نيجي نتكلم في التلفزيون او نتكلم على السوشيال ميديا، لو في حاجه احنا عارفين هي مش اكتر حاجه صح ما نحبش ان احنا نقولها. ده مش عشان احنا خايفين من حاجه، ده عشان انه الناس لما تيجي تقلدنا تقلدنا في الصح بس، يعني نظهر الصح بس، عشان يعني اما نروح عند ربنا ما ناخدش ايه. بس انا هسالك، يعني دلوقتي انت بتقولي عايزه اتجوز واحد مش مصري، يعني احنا مالناش دعوه ايه اللي بتقول مصري. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ايه المميزات اللي انت شايفاها في الراجل غير المصري مش موجوده في المصري؟ في ناس بتزعل. لا لا براحتك انت حره. مثلا يعني فاهمين اكتر، يعني بيساعدوا بعض، مش قافلين قوي كده، يعني في ناس قافله قوي بصراحه. يعني بصي هي وجهات نظر طبعا، بس هو طبعا معروف عن الراجل المصري. طبعا لو لقيت معروف، مش هكره يعني. معروف عن الراجل المصري اللي هو روح لي الساعه 10 وكده، عايزاه يبقى. انا ما برضه مش اللي بسهر اساسا. لا لا بصدق، لا لا هي عايزه حد يبقى متفاهم طبعا طبيعه شغلها ويساعدها، بس صدقيني فيه يعني. اكيد طبعا فيه يعني ان شاء الله فيه يعني. فما تفتكريش يعني ان الموضوع صعب هنا، لا ان شاء الله الموضوع مش صعب. وتلاقي المهم، بصي اهم حاجه في الجواز عموما ان انت تلاقي حد كويس وبيحبك، ايا بقى كانت بقى مصري مش مصري، المهم ان شاء الله تبقي مبسوطه باذن الله. طب انا عايزه اسالك على حاجه، بطولات كتير اخدتيها وعملتيها، ايه اقربهم لقلبك؟ يعني انا بحب التوت انجلترا البريتش اوبن دي، يعني المفروض كسبتها ثلاثه بس، ثلاث مرات مثلا. انا بحبها بصراحه، يعني زي بطوله العالم يعتبر. طبعا بطوله العالم للجامعات دي بالنسبه لي حاجه كبيره، اللي هي اول مره تتعمل من فتره كبيره، وانا اول واحده اكسب، يعني اول واحده اكسب بعد الرنيم الدولي، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا يعني. فالاثنين دول احسن حاجه يعني. بتعرفي تطبخي؟ دخلنا في الجواز بقى، نشوف بقى مهاراتك. نشوف بقى الست دي عايزه تعمل. بحب المطبخ عادي جدا. بجد بتطبخي يعني؟ بحب، وبخش اساعد مامتي ساعات يعني. مامتي مسافره وانا عامله حاجه يعني، مثلا رجعت من السفر مره، بس دي ما بتحصلش بصراحه يعني. مامتي كانت ساعتها مش في القاهره يعني، فانا لا بعمل اكل عادي يعني. روحت عملت اكل. عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ لا بعمل حاجات عاديه والله، يعني حاجات كثيره يعني. انا بحب اصلا المطبخ يعني. أيوة عندي اكتر حاجه بتخشي تعمليها كده وانت جعانه ومبسوطه وبتتمزجي وانت بتعمليها ايه؟ بصراحه اكتر انا لما بعمل يعني، بس مش بعمل على طول لمامتي عشان هي يعني شغاله طباخه تقريبا في البيت يعني. لا يعني المكرونه دي مش طبيخ، بس مكرونه عادي بعملها ايزي يعني. كل الانواع بعرف اعملها. ممكن اعمل خضار عادي، ما فيش مشكله، ما عنديش مشكله جدا في الموضوع يعني. وانا فكل حاجه اعتبر يعني. جدع، برافو عليك. بس بنتنا متكامله، بنتنا مسيطره. والله احنا مبسوطين ان انت كنت معانا سناء جدا، بس للاسف خلصت سنه. للأسف خلصت فقرتنا. إن شاء الله تبقي منورنا تاني في البرنامج ببطولات كتير، ونقعد نتكلم وندردش كده، ونشوف بقى تختاري إيه بعد كده، الزوج المصري ولا خارج المصري. خلصت فقرتنا، استنونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقات. رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة، استشارة طبية. ليه معظم اللي بيخسوا بيعانوا من خمول وفقر دم؟ دايما الدايت عندنا كلنا مرتبط ان هيحصل لنا او هنتعرض لخمول وكسل وانيميا، والبشره تبهت والشعر يقع، حاجات كتير جدا من الكلام اللي زي ده. وفعلا بنشوف ناس كتير جدا بيخسروا وزن، وبعد ما بيخسروا بيدخلوا في دوامه علاج اثار الدايت
اللي حصلت اثناء الدايت، يعني تلاقي حد عنده انيميا عايز يعالجها، واللي شعرها بيقع واللي ضوافرها بتتكسر واللي بشرتها بقت بهتانه ومش مشدوده وباين عليها الارهاق وبتحاول تعالجها. طبعا ده غير الترهلات الكتير اللي بيعانوا منها بعد ما يخسوا. فمنورانا النهارده في استشارتنا الطبيه دكتوره اميره مهيب، خبيره التغذيه العلاجيه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما، واللي هتجاوبنا على كل تساؤلاتنا على الموضوع ده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا هند، منوراني. بنورك يا حبيبتي. دكتور، عايزين نتكلم عن ما بعد الدايت. ليه في ناس بيحصل لها حاله من الخمول وان هم من الاخر كده بيخسوا من غير صحه؟ طيب، مبدئيا انا في كده حاجه عايزه اوضحها، احنا لو ماشيين على دايت صح احنا مش هيجي لنا انيميا. المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان الناس بتستسهل، ما بتكسل تروح لدكاتره نيوتريشن متخصصه، فبالتالي ممكن تجرب دايت مثلا واحده صاحبتها عملته، بنت خالتها عملته. انا لازم ابقى فاهمه كويس قوي ان انا صحتي وبشرتي وشعري وكل حاجه فيا اكيد مختلفه عن اي حد تاني، وممكن اكون مثلا عندي انيميا، ممكن يكون عندي نقص فيتامين دي، ممكن يكون عندي حاجات كتير هي مش موجوده عندها، او ما عنديش حاجه وهي موجوده عندها. فبالتالي انا لما استخدم دايت مش بتاعي اكيد ساعتها هتعرض لسوء تغذيه. طيب، سوء التغذيه ده بيدخلنا في ايه؟ بيدخلنا في الانيميا. ده لو احنا ماشيين على يعني مش عاملين دايت اصلا، او لو ماشيين على دايت مش صح. حلو. طيب، سوء التغذيه ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي مشاكل كتير جدا. اول حاجه بيدخلني في الانيميا ونقص المناعه والخمول والحاجات اللي انت قلتي عليها دي، ونقص الفيتامينات كمان. طبعا طبعا، ما انت اهم حاجه عندي يعني الانيميا. لما يعني معناها ايه الانيميا اصلا؟ انيميا يعني فقر الدم. طيب، فقر الدم ده بيحصل ليه او بيعمل ايه لما بينقص عندي الحديد والهيموجلوبين؟ لما بينقصوا عندي انا كده الحاجات المسؤوله اللي هي الحديد والهيموجلوبين مش بيوصلوا الاكسجين اللي المفروض يوصل لكل الخلايا اللي موجوده في جسمي. فبالتالي انا كده هيحصل مشاكل كتير عندي. مشكله الناس دلوقتي بدات تتعامل مع الانيميا على انها زيها زي دور البرد، مش قادرين يتخيلوا ان ده مرض، ومرض فيه منه انواع كتير جدا، ولو انا ما عالجتوش بطريقه صح انا ممكن يحصل لي فعلا مشاكل خطيره. زي ايه مثلا؟ يعني عايزين نوعي الناس بخطوره الانيميا، وان هي في تحليل الدم مش رقم ناقص وخلاص، ده بيأثر فعلا على اعضاء الجسم. بيأثر على كل حاجه في جسمي. يعني هقول لك، هو يعني لازم افرق ما بين حاجه كومن وما بين حاجه عاديه بتحصل. هي حاجه كومن بتحصل لناس كتير، خاصه للسيدات. ليه؟ عشان فتره المنستر سايكل او فتره البيريد اللي بتيجي كل شهر، او الستات اللي بيتعرض بقى للولاده وكده بيفقدوا دم كتير، فبيتعرضوا اكتر من الرجاله لموضوع الانيميا ده. طيب، الانيميا بتعمل لي ايه بقى؟ اول حاجه بتعمل خمول وعدم تركيز، بتاثر على مخي، بتاثر على شعري، بتاثر على بشرتي، بتعمل مشاكل في الحرق. طيب، كل ده بيحصل ليه؟ لان بتحصل عمليه اسمها هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي يعني انا الاكسجين مش بيوصل صح لكل حاجه في جسمي. تمام، ما بيوصلش لشعري كويس، شعري يبدا يقع. لو انا كمان بشرب كافيين او مدمنه، عندي افراط في شرب الكافيين والقهوه، ده بيكسر عندي الحديد والهيموجلوبين في الدم، فبالتالي بيعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن، او عمليه تقلص الاوعيه الدمويه اللي بتبقى موصله لفروه الشعر، فشعري يبدا يتساقط، بشرتي تبقى بهتانه. عارفه لما تشوفي حد كده تقولي له انت وشك اصفر ليه؟ لا، وتقولي له انت وشك خاسس، عارفه يعني كده ان هو تحسي فجاه عجز. تحسي كده في حاجه غلط. ده ليه؟ لان انا فقدت كم من الفيتامينز ومن المينرالز اللي انا محتاجاها في الانيميا. طيب، اتعامل مع ده ازاي؟ وفي كمان حاجه كاركترستيك جدا بتبقى موجوده مع الناس اللي عندهم انيميا، تحسيه كده عنده حاجه اسمها اير هانجر، او بيبقى عنده جعان ان هو ياخد هواء. يعني تلاقي طريقه تنفسه مختلفه شويه، بالذات لو عمل اقل مجهود. يعني لو عمل مجهود عايز تلاقيه بيتنفس كده. ده ليه علاقه بالاكل؟ طبعا، دي انيميا، ده فقر دم. ده فقر دم. طيب، المفروض نتعامل مع ده ازاي؟ اول حاجه انا لازم اكلي كله يبقى اكل صحي وهيلثي، وفي نفس الوقت احاول بقدر الامكان اقلل كل الحاجات بقى الجانك فود والحاجات دي، لان الحاجات دي بتعرضني لسوء تغذيه. سوء تغذيه يعني مناعتي قلت يعني حرق بوظ. من اهم الحاجات اللي بتحصل في الانيميا عمليه الحرق. ليه اصلا الحرق بيبوظ؟ في حاجه كده عندنا في الخليه بتبقى المسؤوله عن توليد الطاقه عشان نبدا نحرق، اسمها الميتوكوندريا.
كنا بناخدها في الساينس زمان لو تفتكري، كنا بنسميها الميتوكوندريا بتبقى the powerhouse of the cell. أوكي. ليه؟ علشان دي هي المسؤولة عن كل حاجة في جسمي، هي موجودة في كل خلية في جسمي، هي اللي بتحفز كل حاجة بتحصل في الجسم. فبالتالي لما يحصل عندي خلل في الميتوكوندريا دي هيحصل خلل في جميع وظائف الجسم، فبالتالي الحرق عندي هيقف. الانيميا ليها علاقة بالحرق؟ طبعا ليها علاقة بالحرق. يعني انت مثلا لما تبقي بادئة دايت وانت مش عارفة ان انت عندك انيميا، تمام، وبتشتكي ان انت حرقك مش مظبوط، طيب انت عملتي سي بي سي او صوره دم شامله، لازم اعمل صوره دم شامله واشوف انا عندي نقص في ايه بالظبط واحاول اعوض. لو انا عندي انيميا ممكن ما اخسش؟ اه طبعا، دي معلومه مهمه جدا، ده كل الناس عندها انيميا بالظبط، وكلنا عندنا بنسب مختلفه. فانا لما ابقى عارفه ده هعرف نوعيه الاكل اللي انا هاكلها ايه، هعرف لو انا نسبتها زياده عن اللزوم هقدر ان انا اخد سبلمنتس فيها حديد تعوضني عن النقص اللي موجود ده. تمام. حلو قوي. انا عايزه اعرف منك، انتوا في شركه اون تارجت فارما ازاي بتتعاملوا مع الكيسز اللي عندها انيميا، وبالعكس ازاي بتخلوا الناس تعمل دايت وما يجيلهاش انيميا؟ تمام، هقولك. اول حاجه، الناس اللي اوريدي عندها انيميا لازم ابدا اعالج معاها الانيميا. ازاي؟ اول حاجه بيجي بنعمل صوره دم شامله او سي بي سي، بعرف بقى هو عنده نقص في ايه. لو هو عنده نقص في الهيموجلوبين، تمام، ونقص في الحديد، بحاول اعوض له ده في اكله، في نوعيه اكله اللي هو بياكلها. يعني اكله يبقى كله غني بالبروتينات، في نفس الوقت غني بالالياف والخضار اللي هو بيبقى فيه حديد كتير، زي البنجر، زي الجرجير، زي ان انا يبقى في اكلي فيه سلطه كتير، زي البتنجان. رائع. بالظبط، البتنجان. اي حاجه فيها حديد احاول ان انا ادخلها له في الدايت بتاعه. كبده، الكبده على فكره من الحاجات الحلوه جدا 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 للناس اللي عندها فقر دم، عشان احنا يعني هي بتبقى مليانه حديد وفي نفس الوقت مليانه فيتامينز ومينرالز كتير جدا، بتبقى عامله زي المالتي، كانك واخده مالتي فيتامين. عارفه يا دكتور، في فتره الناس طلعت قالت لك الكبده اصلا حاجه مش صحيه. لا، غلط تماما. اه، الكلام ده مش مظبوط. هو يا جماعه، عشان انا بحب الكبده، الكبده حاجه صحيه يعني. لا، الكبده طبعا حاجه صحيه، يقدر يستعين بالكبده. تمام. ايه كمان؟ بس فببدا بقى معاه اشوف ايه الحاجات اللي ناقصه عنده واحاول اعوضها له في الدايت بلان بتاعه. بعد كده انا عندي مشكله بتواجه ناس اللي بتاخد الحديد، طبعا انا اكيد هدي له حديد عشان اعوض له نقص الحديد اللي موجود عنده، عشان نسبه الهيموجلوبين ترتفع والحديد يرتفع والحرق بتاعي يشتغل كويس. حلو. المشاكل اللي بتحصل بقى من الحديد ان هو بيعمل لي كونستريشن جامد جدا. يعني ايه كونستريشن؟ يعني امساك، بيبقى عندي امساك جامد جدا. الحديد ده من الاعراض الجانبيه بتاعه الحديد، ودي حاجه طبيعيه بتحصل. طيب الحاجه الثانيه، ساعات امتصاصه في الجسم ما بيبقاش بالصوره اللي انا عايزاها، فانا بحب ان انا اديهوله مع فيتامين سي، لان فيتامين سي بيعلي امتصاص الحديد جدا. طب انا كل الحاجات دي موجوده عندي في الانسيليم، فانا لازم برشح له كورس الانسيليم عشان هو غني بالالياف وفيتامين سي وماده البرومالين. طيب أوكي. هيعمل ايه بقى معايا الانسولين؟ اول حاجه، الالياف اللي موجوده فيه هي بتنزل في المعده، بتملى حيز كبير جدا من المعده، تمام، بتملى لي تلتين او ثلاث ارباع المعده تقريبا، فبيبقى عندي احساس بالشبع لفتره طويله. في نفس الوقت بيتبقى لي الجزء اللي انا اقدر اخد بيه الاكل اللي انا المفروض اكله، وفي نفس الوقت يبقى مفيد بالنسبه لي، وهو كمان بيمتص كل المياه اللي بتبقى موجوده في المعده وفي الامعاء، فبالتالي بينظم لي حركه الامعاء بتاعتي، بينظم حركه الجهاز الهضمي للناس اللي بيبقى عندها مشاكل في القولون. فبالتالي لو عندي امساك فهو بيشتغل كملين، بيساعد على عمليه الاخراج ان هي تبقى اسهل بكتير من ان انا باخد الحديد لوحده. اه، ده يعني كمان ممكن يعمل ديتوكسنج للامعاء وللمعده. بالظبط، بيسهل يعني الناس اللي عندها كونستبيشن، هو بيعالج الموضوع ده. أوكي. بالاضافه لفيتامين سي، هو كمان في فيتامين سي اللي هيساعد جسمي ان هو ازاي يمتص الحديد بشكل احسن بكتير من انا لو اخدته لوحده. كمان قولي لي من غير قطع كلام حضرتك، وليه لو حد من المشاهدين حابب ان هو يتواصل معاكم، ايه الطرق اللي ممكن يتواصل معاكم بيها؟ يتواصل معانا عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، سواء واتساب او كول، وعلى الصفحات الرسميه بتاعتنا الموجوده على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما هي على الشاشه اهي، وصفحه دكتور نهال حافظ، وكمان الصفحات الرسميه بتاعتنا على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال حافظ. حلو قوي. احنا مكملين كلامنا، بس احنا دلوقتي هنروح كده سريعا ناخد مداخله من فايزه. فايزه هي احدى الحالات او البنات اللي استخدموا الانسيليم، واللي اتكلمنا عن التجربه بتاعتها. فايزه ازيك؟ اهلا، عامله ايه؟ حضرتك كويسه؟ الحمد
الحمد لله، بشكرك قوي جدا جدا والله. احنا اللي بنشكرك ان انت موجوده معانا. عايزاكي تحكي لي عن التجربه بتاعتك مع الكورس، وخسيتي قد ايه، كان وزنك قد ايه؟ 85 ونزلت 10 كيلو ما شاء الله. وحضرتك بتيجي في التلفزيون على طول، واخدت الرقم واتصلت قصدها عليكي يا امير حضرتكم، ودكتور ماجي كلمتني وكده. كنت متابعه مع دكتوره مين؟ دكتور ماجي. دكتور ماجي. ماجي. دكتور ماجي. نشكر دكتور ماجي طبعا. طبعا بنشكرها. بشكرها والله، يعني ربنا يديها الصحه. كنت باخد الانسوليوم ده وبشرب ورا منه ميه، ما بحسش باي جوع خالص، كنت بفضل شبعانه على طول. طب بتاكلي؟ بتاكلي كل حاجه صح؟ بس مانيش عارفه اكل، ما لا، ما انت لازم تاكلي الدايت اللي احنا بنبقى عاملينه عشان الحرق بتاعنا يبقى كويس. انا كنت باكل بس بسيط بقى، عشان انا كنت حاسه اني شبعان، اخد الانسوليوم كنت بشبع على طول. وقولي لي، كنت حاسه انك تعبانه مثلا، مرهقه بسبب الدايت ده؟ لا لا والله، لا بجد مش عشان فكرت حضرتك، لا فعلا ما كانش في اي حاجه، ولا بيعمل اي تعب ولا في اي حاجه. ما كنتش تحسي مشاكل في الهضم، معدتك فيها وجع معين، اي حاجه، ولا الدنيا كانت لطيفه؟ لا تمام تمام والله، تمام. كنت باخده بس وماشي على نظام حضرتك الدكتور ماجي، ماشيه معايا وخلاص بيه، وما فيش حاجه، كان كله تمام. كنت بحس بالشبع وكنت باكل بس كميات قليله، لان انا كانت معدتي حاسه ان انا مش عارفه اكل، حاسه ان انا جبعان. دكتور، حابه تساليها عن حاجه؟ انت عندك كام سنه؟ بشكر حضرتك جدا جدا. استني استني، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 30 سنه. هاي، والتارجت بتاعك بقى عايز توصلي لكام كيلو؟ انا كنت عاوز انزل 70، بقى 77. طب ان شاء الله توصلي لهم، بس اهم حاجه تستمري بقى. انا بشكر حضرتكم والدكتور ماجد. ربنا يخليكي، شرفتينا. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. شكرا دكتور. نرجع تاني نتكلم عن الدايت والانسوليوم. هل في مشروبات او مأكولات الواحد ياكلها علشان يعوض بيها نقص الفيتامينز وفي نفس الوقت ما تزودش في الوزن؟ طبعا في حاجات كتير جدا، في حاجات طبيعيه كتير ممكن نعملها لو انا عندي نقص حديد، زي مثلا ان انا ممكن اعمل مثلا عصير برتقال بالبنجر بالجزر بالليمون، الحاجات دي بتعلي المناعه جدا وفي نفس غير الوقت. من غير سكر طبعا. طبعا لو عايزه تحط ممكن نحط سكر سيسال. ايه بقى سكر سيسال؟ السكر سيسال من الحاجات الحلوه جدا في الدايت، لان هو سكر يعني ما فيهوش طعم الاسبرتيم او الافتر تيست اللي بيبقى موجود ده، وكمان هو فيه ماده الساكرالوز، الماده دي زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج منه، في نفس الوقت عنده ثبات حراري عادي جدا، يعني ممكن استخدمه في الحلويات، استخدمه الحلويات الهيلثي طبعا، اي حاجات بالشوفان، عملت كيكه للاولاد مثلا عايزه احاول ان اقلل لهم السكر، ممكن استخدم سكر سيسال اعوض ده، يعني اعوض السكر الطبيعي بالسكر سيسال، وكمان طعمه ما فيهوش نفس طعم السكر الطبيعي تقريبا، وبيحلي كمان الحاجه زياده، ما فيش الافتر تيست. لا لا، ما فيش الافتر تيست ده خالص. حلو قوي. لو حد حصل له بالفعل وجاله انيميا من الدايت وعايز يعمل دايت تاني، يرجع ازاي؟ يرجع تاني، نبدا تاني من الاول وجديد، ما فيش مشكله. نبدا نعمل دايت ونشوف المشكله فين بالظبط ونحاول نعالجها، ونبدا ناخد دايت بلان. وكمان انا في كمان حاجات تانية ممكن يعني تساعدني ان انا يعني الحرق يبقى اعلى، حاجات تانية كمان ممكن اشربها، مش بس الحاجات الطبيعيه، يعني كمان في مثلا المورينجا. المورينجا دي من الحاجات الطبيعيه الحلوه جدا 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 اللي بتعلي معايا الحرق، وبتحافظ بقى على بشرتي، بتعلي المناعه، بتظبط مستوى السكر في الدم، وكمان بتعلي. هي ايه المورينجا؟ المورينجا دي عباره عن اعشاب طبيعيه بتتاخد، ممكن اخدها مره الصبح او مره بالليل، مفيش يعني ضرر من كترها. الاعشاب دي ميزتها ان هي فيها مضادات اكسده عاليه جدا. مضادات الاكسده دي بتهمني في ايه؟ بتهمني في ان هي بتبقى زي حاجز كده لاي حاجه وحشه ممكن تحصل للخلايا بتاعتي، عن طريق الفري راديكلز اللي هي بتبقى موجوده في الجسم او الشوارد الحره دي. دي بتحصل بقى نتيجه التوتر والضغط، او ان انا باكل حاجات مقليه في زيوت نباتيه مهدرجه، متضايقه تعبانه، تعرضت لادوار برد كتير، وللاسف الحاجات دي يعني بتسبب سرطانات، لان هي عباره عن ذرات اكسجين نشطه بتلزق في الخلايا،
بتغير برمجه الخلايا خالص، بتخليها تعمل حاجات مش مبرره، يعني مش الوظائف بتاعتها الحيويه المفروض ان هي تعملها، فبتسبب لي السرطانات. فانا عندي المورينجا من الحاجات الحلوه جدا ان هي كمان فيها هرمون الزياتين. الهرمون ده من الحاجات اللي بنسميها اكسير الحياه في النباتات، هو يعني بيظبط البشره جدا، بيخليها فيها الاستيستي، وفي نفس الوقت بيعلي معايا يعني الحمايه بتاعه الجلد من السرطانات. الانتي اوكسيدنتس دي بتساعدني ان انا احافظ على جسمي من اي امراض ممكن تجيلي، وكمان هو عدو للسكر، يعني انا بيظبط مستوى السكر في الدم. فالمورينجا من الحاجات الحلوه جدا اللي المفروض ان انا احاول ان انا اشربها برده، بالاضافه للدايت اللي احنا بنبقى عاملينه مع كورس الانسيليم، سواء كان مكثف او عادي يعني. تمام. وانا عندي على فكره نوعين كمان من كورس الانسولين. قبل ما نقول النوعين عايزين نفكر ساده المشاهدين، لو حد عايز يتواصل الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه وكمان في سوشيال ميديا. تمام. الصفحات الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك اون تارجت فارما، وصفحه دكتور نيال حافظ، وكمان الصفحات الرسميه بتاعتنا على الانستجرام، وصفحه دكتور نيال حافظ على الانستجرام. حلو قوي. قولي لي انتوا احنا عندنا نوعين من الكورسات. عندي نوعين من الكورسات، عندي نوع كورس الانسيليم العادي وكورس الانسيليم المكثف. طيب ايه الفرق بينهم؟ كورس الانسيليم العادي ده عباره عن الاليف اللي احنا قلناها، بتتاخد على نص كوبايه ميه قبل الوجبات الرئيسيه، تمام، ومعاها سكر سيسال. ده برشحه للناس اللي عندها امراض مزمنه زي مرضى القلب، امراض القلب والشرايين، تصلب الشرايين، الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها سكر، السيدات اللي هم بيرضعوا وعايزين يخسوا بس بطريقه صحيه ما يكونش فيها اي حاجه تاثر على البيبي، وكمان الاطفال اللي سنها بيبدا من 3 سنوات، امن جدا ممكن استخدمه معاهم. وكمان لو اي حد ما كانش عنده قبل كده اي هيستوري في الدايت، يعني اول مره يستخدم برودكت لمساعده التخسيس او سد الشهيه، فممكن يستخدم كورس، نبدا معاه بالكورس الانسيليم العادي لان اكيد هيجيب معاه افكت كويس جدا. على عكس بقى تماما لو حد اوريدي عندي بيجرب انواع دايت كتير ومحصل له ثبات في الوزن مثلا، او حد اوريدي بيعاني من سمنه مفرطه، فبالتالي هتستخدم معاه كورس الانسيليم المكثف. طيب كورس الانسيليم المكثف ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الالياف وسكر سيسال بالاضافه لكبسولات الانسيليم اللي هي فيها ماده الكافيين والجرسينيا كامبوزيا. دي بتعلي معايا احساس بالشبع اكتر، وفي نفس الوقت بتساعد على الحرق، بتتاخد حبايه واحده بعد الفطار. تمام. وفي كمان عندنا المورينجا، في منها كمان كبسولات من الحاجات برضو المفيدة جدا اللي بتعلي معايا المناعة، وفي نفس الوقت بتحسسني بالشبع لأطول فترة ممكنة. فكل الحاجات دي بنضيفها على حسب الحالة هي محتاجة ايه، وعلى حسب هي عندها ايه. حلو قوي. يعني انتوا عندكم كل الاوبشنز، لو انا سواء كنت عملت دايت قبل كده وثابت في الوزن، او لو لسه هبتدي من الاول يعني بالزبط. ولو مريض سكر وضغط، وكمان الاطفال ليهم بروجرامز ممكن يعملوها معاكم. دكتور للاسف الشديد خلصت حلقتنا، نورتيني وشرفتيني، وكده تبقي موجوده معانا في حلقات تانية كتير. ربنا يخليكي، انا مبسوطه اكتر انا معاكي النهارده. بشكرك. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده، مع السلامه.